تمام. دلوقتي اخر سؤال في القدرات الذهنيه، وهنشوف مين اللي هيخطف العشر نقط دول. قدرات ذهنيه، والسؤال هو: كتاب عدد صفحاته 502 صفحه، فكم عدد صفحات ست نسخ منه؟ فات 5 ثواني. احمد منصور اجابتك 3120. 3120 اجابه خاطئه. استعجلت ليه يا احمد؟ عمر 3012. 3012. لا ومنى بتسقف لك. ايوه اكيد الاجابه. يعني انتوا واثقين من الاجابه؟ طبعا. عمر اجابه صحيحه. 3012 فعلا هي الاجابه الصحيحه. وكده النتيجه 45. النسخ للغات هضبه الاهرام 35. ماتش قوي جدا. احمد منصور استعجل، لان هو لو كان استنى ثانيه واحده بس الاجابه كانت عندي 3012. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانيه مع فقره الفنون والعباقره.